السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جولد بلد قطر، وجبت لكم اليوم جيفاوي حق لون جوست. عندي كودين للون جوست، راح اسوي سحبين في هذا الفيديو. انا ما راح احتاج لان عندي واحد وبقى عندي اثنين، فقلت خلني اسوي فيهم جيفاوي. انا صراحة كنت حاط في بالي اني ما راح اسوي جيفاوي ابدا، بس جاني واحد قال لي سوي جيفاوي يا جولد. قلت له ان شاء الله راح اسوي، كل اللي عليكم تسوونه تكتبون كومنت بدون لايك ولا اي شيء. اذا تبون تسوون سبسكرايب هذا احسن، بس كل اللي عليكم تسوونه تكتبون كومنت في هذا الفيديو، وراح اسوي سحب بعد 3 ايام او 4 ايام. واراكم في وقت لاحق، مع السلامه.